أجرى موقع الفن لقاء مع الممثل أنس طيارة، وحكينا بداية عن أصداء مسلسل نقطة انتهى وشو تابع برمضان غير هالعمل. أصداء جيدة يعني، المسلسل يعني هيك تم عرضه على كذا قناة، وهلا أنا كنت مسافر، لما جيت على بيروت حسيت إنه انشاف بطريقة جيدة يعني، والحمد لله كانت الأصداء منيحة. شفت شيء من تاج أكيد يعني، شفت تقريبا تاج ونقطة انتهى، بس شفتهم على الموبايل يعني. بدنا نحكي شوي هلا عن أعمالك المقبلة، شو عم تحضر؟ يعني كله حكي والله، يعني في كذا يعني كذا نص هيك يعني عمين أرى، بس إنه لسه بكير يعني ما تقرر شيء. في أبد تعطينا ولا سكوب؟ ما في، لا صدقا يعني ما عم كذب عليك يعني، لو في شيء ثابت وخلص ومتقرر وتوقع بقول يعني. ما لاحظنا كان في كذا مسلسل سوري انعرض برمضان، وشهدنا عودة للدراما السورية بشكل قوي. العودة كانت أساسا من هديك السنة يعني، بمسلسل الزند نتصور يعني، كان عمل الزند، والسنة توج بكذا عمل يعني، مال الأبان وولاد بديعة أنا شفت منهم كذا حلقة يعني، بس مثل ما قلت لك كنت مسافر فما صح لي. برأيك أي مسلسل سوري تفوق على البقايا؟ الكل قدموا شغل كتير حلو، بس أكتر شيء هيك حقق نجاح. هلا هذا بصير في أنت في مقاييس، أنا بالنسبة لي يعني المقياس كالكواليتي يعني أكيد كان تاج يعني ككواليتي. شعبوي إنه كشعبيا وكذا كان أولاد بديعة يعني، يعني حدا موضوعي شعبويا كان أولاد بديعة، بس أنا ككواليتي فن وكطريقة إخراج الأستاذ سامير، أداء الأستاذ تيم، يا كان تاج. سمعنا مؤخرا النجم عابد فهد عم ينتقد هيك بعض المشاهد بمسلسل اولاد بديعه انه فيها هيك مشاهد عنف اكثر من اللازم. انا ما يعني لك ما شفته اولاد بديعه. بعدين الاستاذ عابد بيحق له يحكي اللي بده اياه، طبعا نجم سوري كبير واستاذنا كلياتنا طبعا، يعني بيحق له يقول وجهه نظره والكل لازم يسمعها ويامن فيها. طيب اليوم اذا تلقيت عرض مسلسل سوري ومسلسل عربي مشترك، اي بتختار؟ اي بالنسبه لك هو الاولويه؟ ما في أولوية، أي دور أحسن بيكون وأي ظرف إنتاجي أفضل والأريح يعني، أكيد ما نو شرط أساسي يعني، فكرة إنه بتفضل هون ولا هون، دائما الأفضل للممثل هو بنقيه. أي مسلسل سوري برأيك هو التفوق على كل المسلسلات؟ مسلسل قديم عم أحكي، وشكل بصمة بعدك لهلأ هيك بتحب تحضره بتحب تشوفه على اليوتيوب بس تشوفه بتحن؟ لا ما في كتار يعني كتار، ما فيك تقول مسلسل واحد يعني، إن دائما في المكتبة السورية في أعمال الأستاذ الراحل حاتم علي، أستاذ ليس، أستاذ مسنى، أستاذ سامر، يعني في كتير مسلسل، حتى الأستاذ رشا عندها أعمال يعني، فما فيك يعني مو عمل واحد. نحن الجيل التسعينات شاف كل الأعمال بالفترة الذهبية، وبالنسبة لنا كانت هي أعمال أيقونية يعني. هلأ عم ينعرض مسلسل لعبة حب للممثل معتصم النهار وبرفقة عدد كبير من الممثلين، عم تحضروا؟ لا والله، بس مدامتي عم تحضروه انا شوي مقل بالمشاهده، حقك علي والله. شو رايك بالاعمال التركيه المعربه؟ اعمال عم تلاقي نجاح واعمال ظريفه ومنيحه وفي لها جمهورها يعني. اكيد النجم انس طياره، انا بدي اتشكرك واتمنى لك كل التوفيق والنجاح. شكرا كثير لك. شكرا لك، شكرا لكم. شكرا. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفان.com، وما تنسوا تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب ليوصلكم كل جديد.